بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء. أيها الأخوة، مصايف المملكة ابتداء من منطقة الطائف إلى أن تنتهي بمنطقة عسير أولتها الدولة اهتمام كبير، حتى أصبحت ولله الحمد من أرقى المصايف في العالم. منطقة الحماة بادية الشلالحة الواقعة في منتصف الخط السريع مكة المدينة، وهي شرق الخط السريع، اتضح وثبت أنها من المصايف المعروفة لمنطقة المدينة. براد المنطقة، مناظرها، الجبال الحمراء. تحتاج هذه المنطقة إلى عناية لكي تصبح مصيف منطقة المدينة. في أثناء جولة البرنامج الجانبية وبدون موعد، التقينا بسعادة محافظ المهد الأستاذ محمد سعيد المحمدي. في أثناء جولته التفقدية للمرافق التابعة لمحافظة المهد، مركز الحمنة، المصايف التابعة للمركز، للبرنامج فرصة أن يتحدث مع الأستاذ محمد سعيد محافظ المهد. مساك الله بالخير. الله يمسك بالنور والسرور. البرنامج يرحب بكم في هذه الحلقة، وبودنا أن تعطي المشاهد فكرة عن هذا المصيف الجميل. أهلا وسهلا بالبرنامج، ونرحب به في محافظة المهد، والذي يدل على الاهتمام الكبير من رجال الفكر والإعلام بكافة مناطق المملكة العربية السعودية، والاهتمام الخاص بالمناطق السياحية التي تحظى بالاهتمام الكبير والدعم المتواصل من حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين وسمو النائب الثاني، حفظهم الله ورعاهم. ولا شك أن جولتنا في هذه المنطقة ما هي إلا بالتوجيهات الكريمة التي تهتم دائما وأبدا بمصلحة المواطن والوطن. انطلاقا من التوجيهات السامية والتوجيهات الكريمة من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز، الذي يولي اهتمامه الدائم والمستمر لكافة منطقة المدينة المنورة قرى وهجر، والاطلاع على ما تحويه هذه المناطق من وصول الخدمات التي يحتاجها المواطن ورعايتها والاهتمام بها. فإننا نقوم بهذه الجولات لننقل الصورة من الواقع لسموه، والذي لا يخفى عليه شيء منها، وإنما هو الاهتمام المستمر من سموه. ولعلي في هذه الجولة التي قمت بها على كافة مراكز وهجر محافظة المهد، وفي هذا اليوم بالذات نقوم بزيارة مركز الحمنة ومنطقة بادية الشلالحة، نعم، التي هي جزء من محافظة المهد، وبالتنقل بين أرجاء هذه القرى والهجر نجد أنفسنا في هذا المصيف الجميل، والذي قد لا يكون خافيا على أحد من قبل. فكل من يعبر هذا الطريق الواصل بين مكة والمدينة المنورة يسترعي انتباهه الجو اللطيف والجميل والبارد الذي تتمتع به هذه المنطقة. ممن هم ليس من أهلها، أما من هو من أهلها فهو يعرف الكثير. وها نحن نقف
ونتواجد في هذه اللحظة في المنطقة بالذات ونرى ونشاهد بأعيننا ما فيها من جبال جميلة ومن أودية خضراء وما تتمتع به من جو طبيعي رائع، ولا شك أنها بهذا تتمتع كسائر مصائف المملكة الكبيرة والكثيرة، فهي تعتبر في هذه المنطقة مصيف جميل يتمتع بصفات عديدة، إذا أشرنا إلى لطافة الجو ومرور الطريق السريع الذي يوصل بين مكة والمدينة من داخل هذه المنطقة، وموقعها المتوسط بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، فهي لا شك جديرة بالاهتمام والرعاية، فيستطيع كل من يقيم في مكة أو جدة أو المدينة أن يستمتع بجو هذه المنطقة وأن يعيش فيها لحظات طيبة. وما توفر لهذه المنطقة من جمال طبيعي وهواء نقي جعلها محل الاهتمام من المسؤولين حفظهم الله، فبتوجيهات سيدي صاحب السمو الملك الأمير عبد المجيد، والذي بدأ مبكرا وتنبه مبكرا لأهمية هذه المنطقة سياحيا وجماليا، فقد صدرت توجيهات سموه بدراسة المنطقة وإعداد المخططات اللازمة للاستفادة منها لهذا الغرض. شيء جميل. المصطاف اللي يبيض الخدمات متوفرة فيها البراد فيها الجو الجميل، يستفيد من قرب مكة والمدينة، يقدر يقضي بعض الفروض، فما رأي سعادتكم في هذا؟ هذا كلام صحيح. لو نظرنا إلى الطريق السريع لوجدنا أن المنطقة تقع في منتصف الطريق، ولا شك أن الكل يدرك أن ما يتوفر على الطريق من خدمات رئيسية صرحت بها الدولة، من خدمات تتعلق بالمركبات أو بما يحتاجه السائح من خدمات، فكافة ما على الطريق السريع من خدمات يستطيع أن يستفيد منها من يرغب الوصول إلى هذه المنطقة لقربها ومجاورتها لها. شيء جميل. الآن قد يكون أن الخدمات التي توفر فيها هالمنطقة هي اللي تجلب السائح على أساس المصطاف أنه يقضي فترة الصيفية في هذا المنطقة، فما أدري وش أهمية الخدمات. كما أشرت، الخدمات في نظري أنها تعتبر متوفرة، إذ لا يفصل الطريق السريع عن هذه المنطقة أكثر من 5 إلى 10 كيلومتر بحد أبعد، وتتوفر على الطريق السريع كافة الخدمات، فبجوارنا محطة رئيسية لساسكو التي تشتمل على أماكن للسكن ومطاعم تتوفر فيها كافة الخدمات، كافة خدمات السيارات، فهذه كلها تعتبر الحقيقة رافد من روافد الخدمة لهذه المنطقة. طيب، حنا من خلال هذا البرنامج نوجه دعوة لأهل رؤوس الأموال بأن يساهموا في عمل استراحات في المناطق هذه الصيفية، فهذه وش رأيكم في هذا؟ نتمنى الحقيقة أن يتم هذا بأسرع ما يمكن، وما دامت الجهود موجهة إن شاء الله سنصل إلى هذا بإذن الله. طيب، هل من كلمة توجهها لأبناء البادية من خلال برنامجهم هذا؟ لا شك أن سكان هذه المنطقة والمحافظة بالذات من القبائل التي تقطن هذه المنطقة، الكل منهم يعيش في قرية تسعى الدولة جاهدة لتوفير كافة الخدمات، فنحن نرى والحمد لله الآن توفر الخدمات التعليمية والخدمات الصحية في كافة القرى والهجر، إضافة إلى الخدمات الهاتفية التي يتم تنفيذها وجارنا العمل فيها حاليا، إضافة إلى دراسات كثير من الطرق التي سيتم إن شاء الله عملها، وإن دل هذا فإنما يدل على الاهتمام الكبير من هذه الحكومة الرشيدة
بشأن المواطن، وما نطلبه من إخواننا المواطنين من بادية في هذه المنطقة أن يكون لديهم روح التعاون والتكاتف مع المسؤولين حتى يستطيعوا أن ينهضوا بقراهم وهجرهم إلى المستوى المطلوب، وأن ينبذوا وراءهم كل ما يدعو للمشاحنات أو الخلاف، لأننا والحمد لله نعيش في وطن الجميع وفي وطن يسعنا وتشملنا كافة خدماته لا فرق بين بعيد وقريب. وكل من يريد أن تنمو قريته أو هجرته إنما النمو هذا يتطلب منه روح التعاون البناء بينه وبين المسؤولين وبينه وبين المواطنين جميعا، ونحن نسعى لتحقيق هذه الأهداف إن شاء الله. وأقولها كلمة حق أنني والحمد لله ما لمسته منذ وجودي القريب في هذه المنطقة أن هذه الروح الحمد لله موجودة ومتوفرة لدى كثير من المواطنين، إذ رأينا أن كثيرا من الإشكالات وكثيرا من المنافسات والحمد لله بدأت تنتهي وبدأ المواطن يعي دوره المطلوب منه. فيه أودية تابعة لمحافظة المهد كانت تكتظ بالطلح والسدر، الآن على مفهومي اللي فهمته انقلبت إلى جنة خضراء مزارع مثال بيضان ووادي السوارقية وذا. الحمد لله هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل الدعم السخي من الحكومة التي أنشأت البنك الزراعي وأنشأت الوحدات الزراعية لخدمات المزارعين، والتي تقدم المشورة والإرشاد الزراعي للاستثمار الزراعي السليم، وتقدم القروض التي أوجدت هذه المشاريع. طيب أيها الأخوة، باسمكم أشكر سعادة محافظ المهد الأستاذ محمد سعيد المحمدي على تفضله بهذه الكلمة الطيبة عن مصيف من مصايف مملكتنا الحبيبة، وشكرا للجميع. أمام وجود سرعة المواصلات، أمام النعمة الظاهرة على وجه الأرض على وجوه الأفراد، أمام تجول الأفراد في أنحاء المعمورة، وجدنا الشاعر الشاب علي بن حمدان المورقي العتيبي مجموعة من شباب البادية يغنون هذه الانشودة في جانب الجبل والمناظر الطبيعية. أنا فالناس شفت الليل يا جيته يسد النوب، من رجال قبل تدخل بشي تعرف مخرجها، من رجال قبل تدخل بشي تعرف مخرجها، وبعض الناس يا زينه ليا شفته بوسط الثوب،
ولا منه تكلم فالمجالس نفسها حرجها ولا منه تكلم فالمجالس نفسها الناس طيب ساس ما تذكر على عيوب يحسب حساب للهرجة قبل للناس يهرجها يحسب حساب للهرجة قبل للناس يهرجها وبعض الناس ما يذكر قريبه غريب العذر على نفسه جميع الناس ضحكها وفرجها على نفسه جميع الناس ضحكها وفرجها وبعض الناس بأنما تله غاية وله مطلوب راحته فوق خلق الله نهار وليل يدرجها راحته فوق خلق الله نهار وليل يدرجها وبعض الناس ما هو من رجال المعرفة محسوب سوى تألي جمال عقيل لهنية يسرجها سوى تألي جمال عقيل لهنية يسرجها ويا ابن آدم لا وتحاول ترى مالك على المكتوب كيف الكلي كيف الأعمى وجيها الخير وعرجها كيف الكلي كيف الأعمى وجيها الخير وعرجها وقول الموت للمخلوق حاصل راضي ومغصوب وقول الطائرة ما تهبط إلا في مدرجها وقول الطائرة ما تهبط إلا في مدرجها على الدين الحنيف نعيش لا غالب ولا مغلوب بدولة عز داخلها أمان وخوف خارجها بدولة عز داخلها أمان وخوف خارجها معنا الآن في هذا المجلس الطيب الشيخ علي بن زياد أنصافي الشلاحي. الشيخ علي شاعر وتمر على بعض القصص المرحة ولنا فرصة أن نتحدث مع أبو عمار. مساك الله بالخير. الله يمسيه بالخير. سمعت من أصدقائك أن هناك حوار دار بينك وبين في قصة طريفة أن حوار دار بينك أنت وفتنان بن مشعل الصاح الله يغفر له في رحلة من الرحلات السفر ونبيك تقدم لنا القصة والحوار اللي دار بينكم. نعم كنا مسافرين أنا وفتنان ومعنا مجموعة ناس. اي نعم وشاف لها شوف انت انها لاك في انظره وتمثل له في تمثاله ورديت عليها. وانتم على مارد من موارد البدو؟ احنا على مارد على يملينا رايحين للكويت. رايحين للكويت. اي نعم. يلا ليتني في العصر ما شفت الجليبي ليتني ما شفت ورد العد كله شفت من جرنا على العود الخضيبي
لا عرفت اسمه ولا بيته ندله يا علي ولم على وسك النجيبي أنت أبوك أمير وأنت أغوار ثلة شفت من شوفه سمر رمي المصيبي رمي قرمله غريم جاع دلة شفت هلام حتى ما شوفه الغريبي من يشوفه الترف عظمه ما يدله هو ظن خثع بدلو خثع بدلو اي نعم يالله. وش قال علي قال ولي أفتنع ذهنك لا يغيبي لو يطيب الكنت ما أنت بطايب له يوم شفت الترف شوفه ما في بيت سمصبي شاف شوفه ما حصل له حط ربي فيك خذوب عطيبي شايب راسك وطايح فمك كله لو ترتسب لك ذهب عند الطبيبي ما اشتقابك والنظر مثلك يزله ما يبي لمعك مردي النصيبي وانت غالي عندنا ما فيك خله وسلامتكم وش قال يوم قلت طايح شايب راسك وطايح فمك كله بس هذه آخرها هلا قال لك يا علي والله يا من سمع البيت هذا وشافني هو يعرفني هذه قال وثاني يقول كل من شافني يعرفني اصح يا فدنان عقلك لا يغيبي لو جازل كنت ما انت بجاي زل شايف اللي فيك عدرو من عطيبي شايف الراسك وطايع حوم كله قال والله يا من سمع البيت هذا وهو ما يعرفني ويشوفني بيعرفني طيب قدم لنا واحدة من قصايدك اللي تختارها والله ما أدري شو أسرح لبيرنا آمي أي قصيدة من قصائدك الطيبة والله كان بيني وبين عمار قصائد ولا تجي تسرح لبيرنا آمي ولا ما تسرح جيتها خاطب لي منها أختله ارفع صوتك كانت بيني وبين عمار قصائد نرد على بعض عمار القطة عمار القطة أي كنت أخطب لي أختله ما يتعنها جوزها اي نعم ومعجبت لها بزورة معجبت لها اثنين بزورة اي أول جيته رحب بي وعطاني بريد المليانة وتالي ولي والله أني هم تنجى فيها خليفة شوي تغير شوي عودت أن رحت من عنده وين بين أثنتي ألا يعطيني ألا يعي جيت عند حي بداي أخوي الله يغفر له الله يرحمه قال ها مش حصلت قلت لك يا بداي يالي تاخذ الأفكار بقياس إنسان يا أبو فهد رجعان فيه وتشتجيب ينطح رحيمك بطي عيد النظام بيت الأرماس عيد النشام اللي تلو ضعيفين النصيبي اللي يعرف اللوازم كلها هما وبضباس وفوز له النظام الطيب والعلم العجيبي لنصه وسدته قال لطلهم نجل وجلاس دلا صفر يعذب كيف هما هو سريبي ثمن حرف للعشاء ما هو على المذوب هساس وما ذبح طيبة الخرفان ولا ما العصيبي ونعم من ببو داخله والبيض اللي في كل مجلس غصب على شارب الهجلة مخليته العزيبي وطلب لي البنت منه وغير ما اللي شف الناس وترى ينشميك ونشمي نسيبني اعتجيبي حتى أنا بمدح روحي كفو ترى ينشميك ونشمي نسيبني اعتجيبي طلب لي البنت منه وغير ما اللي شف الناس ترى ينشميك ونشمي نسيبني اعتجيبي بعض الحوايا ما باها لو بنت تلبس اللاسمة ببنات الرخوم بجد طيب نسيبي وبعض المناسب سمى بني القصور اللي بالأساس يسون عنها الرخوم ويفطن القلب اللي بيبي والنار محدني واللعضوها من غير مقباس والملح ما ينجيني من غير ملناها العريبي ولكن مصنع ذهب فيها معادن صفر ونحاس ولقيت سلمة ذهب من منجم الضلع الصليبي مثل المهد ولقيت سلمة الذهب من منجم الضلع الصليبي عمار ريت وحق بن عطاني جاه وسواس وقفيت من عندهم بين المنادي والمجيبي عانيت وقفيت لا مره ولا نيطال الياس والمجيت علومه لي يدسر الحبيبي وخدت عند الشهر سني حبيس عند حباس وانا من ليها الخرسان عيب ومستريبي واللي سواته ما يرضى علي على بعض التدهواس يعطيني العلم جرد ويحرى العلم المصيبي عجل الله أن نصيت محتضي لي حظ وقياس ولو خسارة سليل الهجم وميت السبيبي أكبر مصيبة علي القارها اللي مالها رأس الله ولني هلي مالها الخاطر يطيب وش رد عمار ولا علي بدا عمار هي. قال يا من القلب يدق في الضحى 50 وجاسي وفي العصر 50 ما بين الخطية والمصيبي و50 بين الضحى والعصر في 1000 سنين حاسي وفي الليل يرده ويصدر مثل ما يرد الجليبي بلاي من هجرة فيها تليم كل الناس ولو ريت الطب بهجرنا ضايع فيها الطبيبي وطر علي جواب الناس مع عساير الناس يسند العين عن صقر يعدي فرجيبي صقر بعد صقر في مجناه من ساس على ساس من ربعة في القدايم ما يقوم لهم طريبي وقالوا لي نهندس
تفيدني عامة الهندس والهندسة تطرح المخلوق في النار الهيبي إنسان من طرقة الله يمنى مونس له ناس يشري ويبتاع لين إنه من مناسه طيبي عز الله أني ما ودي لك يا أبو عامر بلا فلاس لتنمى توخذ أملك العرب غصب الغصيبي الغرس لي تداها جالها في البقاء الراس والهصليات بها لين تنعن في الرسيبي نجيت تطشها ولا نجبل فوقها يباس وحالاتها لو طشت شيء بلي ما يجيبي. أبغى اللي يقول مطرح الضفران صار يخمشنا إيه سمعنا هذه يقولها ارفع صوتك هذه يقولها عايض بن بداي شو يقول يقول مطرح الضفران قام يخمشنا أشوف أشارات أولادهم رواه أنا أحمد الله طول الأيام عشنا وما فات من سود الليالي نسيناه الطرف تسنه نابت في شوشنا وشابت رموش العين وشيب عينه مطرح الظفران اللي هو الكبر اي الكبر اي قال اللي عايز تذكره منه نشنا هذه يرد على هنا اللي عايز تذكره منه نشنا من قريب محسب لنا قربناه لو المدى بيض شوش ما ابتلشنا خوفي من اليسر قريت معضاه لو في حيلة تنقمنا وهشنا وسنا عنا شيلة مقاط ورشاف ولا اشتكي وقول هذا غطشنا وكل نجي للشيخ ويجيب دعواه نبي النوع وفي غراج حلشنا مهلاش دسم في غراج انتمثنا غرج بركابه وقال لبشنا عجمه برد في ماقعن ما تعداه من الكبر يا ناس يعني غششنا لكن ما يمر بالله رضيناه ويلا يهلي لك على الناس حسنا في صالح الأعمال يالله يالله سلامتكم يلا حسنا خاتنا شكرا للشيخ علي ابن زياد الصافي على هذا الحديث الطيب وشكرا للجميع وإلى فقرة أخرى من فقرات هذا البرنامج وشكرا للجميع. أيها الأخوة، أرى الشاعرين
صياف بن عواد الحربي وزميله عوض الله بن حميد السلمي، وأظن الشاعر صياف يريد أن يبدأ البيت الأول: أبعد يا أبو مشعاب يمر النار لا تقربه. أبعد يا أبو مشعاب يمر النار لا تقرب، لا تقرب الجمر الحمر بيابك المسبلة، لا تقرب الجمر الحمر بيابك المسبلة. أبعد يا أبو مشعاب يمر النار لا تقرب، اشرب من الماء من تلا ديلك لبن تشرب، ما عاد فيه ديوس مصروره ولا مبهله، ما عاد فيه ديوس مصروره ولا مبهله. أنا يا ابن عواد خلت من الدهر تجربة، واللي ما يحسب للعوى تبلا يسوق جملة. أنا يا ابن عواد خلت من الدهر تجربة، ولا يا بن عواد خاتم الدهر تاجر البا، خلوها ما تحسب للعواد بلا يسوق جمل، تمر الحسام له مبيعه وسط سوق تربه، ما له زباين في علو والسوق ولا سفل، ما له زباين ولا سفل، ما كل من غنى وربى لحياته وشرب يقدر يجيب العلم بالمرسام والمنزلة، يقدر يجيب العلم بالمرسام والمنزلة. لو تصدم الباب ورخم سمرار ما تقلب، لو كان راسك يلبق إليك برض الجبال، لو كان راسك يلبق إليك
تردد. ترى البقايا لي السحي محاميا ما انصبه وليالقي لصاحب يوفيها ما بدله. ترى البقايا لي السحي محامي ما انصبه سحب. لو كان عزمك مثل أبو جنزير ما ترقل. لو كان عزمك أنت بعد لو يحرب السيارة ما تجنب. لكن ما ادري وش يجي في ايامك المقبلة. لكن ما ادري وش يجي في ايامك المقبلة. صوته ولا جله. نعم سيئة اللي ضمرت في ضميرك غنبه غنبه. كثر ما كسب أشغل ضميري بالعلو
مو كبرت المشكلة. لتلفزيوننا العزيز انطلاق قناة الذكريات والتي تحمل في طياتها الزمن الجميل، زمن زاملت فيه الكثير من الزملاء المذيعين وقدمنا العديد من البرامج ونشر